بن جابر او جابر بن راشد بن فيده. المري في 9 دقائق 38 ثانية وست اجزاء من الثانية. التواصل ايها الحبل الكريم مشاهدينا الاعزاء يستمر هنا في هذه التحديات وفي الانطلاقات المميزة في مشوارنا الصباحي لهذا اليوم، وينطلق امام حضراتكم ضمن مهرجان فخر الاجيال للهجنة العربية الاصيلة المقام هنا في المرموم في امارة دبي، وهذا هو الشوط 14 الخاص بالمهجنات الاصايل. انطلقت اسماء اخرى تنضم الى نجومية هذا الموسم والى من حصدت الالقاب والتحديات والمنافسات الشيقة السعيدة التي من خلال ومن بعد هذه المنافسات ستكون المراكز الاولى هي صاحبة الحظ السعيد في الاندفاع والتميز. اما الان نسير بالمركز الاول الذي انطلقت من خلال هذه المجموعة الاخرى في صباح اليوم والمشاركة في هذا التحدي، ونبدأ في بداية الشوط والمركز الاول. اذا خذت صدارة الشوط محبوبة المبارك من محمد بن مبارك الخيالي، هي الان من سارت مبارك بن محمد بن مبارك بالعور الخيالي الان في المركز الاول، لكن انخطاف المركز الاول من خلال تواجد عجيبه اللي احتلت المركز الاول لعبد الله بن غصاب بن مصبح راعي الطيره العامري، الان عجيبه هي اللي احتلت المركز الاول. المركز الثاني وصول من بالعور، هذه محبوبه مبارك بن محمد بالعور الخيالي ياتي في المركز الثاني. المركز الثالث نتابع في هذه اللحظات والشاهينيه تتواجد العبيد بن عتيج بن زيتون المهيري، وصل للحظات الأخيرة، اصمد يا بلعور اصمد على قمة الشوط، لكن الهجوم وارد من كل مكان من كل حد من وصوب، الكل يبغي السيارة الكل يبغي الناموس، ولكن لا زالت مسيطرة محبوبة من البداية تقريبا وهي في المركز الأول، عادت قليلا ولكنها سلام للختم سلام. أسعد الله صباحكم، هذه محبوبة مبارك بن محمد بلعور الخيالي، اللحظات الأخيرة اللحظات الختامية تهدي الفوز والناموس لهذا الشعار، هذه لحظات وصول الى خط النهايه. المركز الثاني لسلمان بن محمد بن سلمان الجبرين الرياضيه، المركز الثالث لعبيد بن سلطان بن مرخان، المركز الرابع تاتي مشاهد الاعزاء مزنة لسالم بن مظفر بن محمد العامري، المركز الخامس هنا حمد بن مطر سلطان بن حمد بن عميره الشامسي يقدم لنا كذلك من خلال هذا اللقاء. كانت هذه النتيجه في لحظات شوط مميز وشوط جميل ورائع، ولكن بالفعل الختام كان مع محبوبة من بدايته لمبارك بن محمد بالعور الخيالي في 9 دقائق 34 ثانية 6 أجزاء من الثانية، تانينا والناموس على هذا الفوز. أما المركز الثاني كانت الرياضية قدمت عرض أيضا مميز لسلمان بن محمد بن سلمان بن جبرين 9 دقائق 34 ثانية و7 أجزاء من الثانية، تانينا على الفوز والناموس.